أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل هذه الرسالة ونظمها مناسبة لتلقينها للأطفال؟ وكذلك هل يناسب أن تشرح لعامة الناس في المساجد؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه عقيدة مختصرة جيدة، والمؤلف ألفها للأطفال كما في المقدمة لما طلب منه ذلك، ألفها للأطفال الذين يدرسون عند شيخه كما في المقدمة، فيتلقن للأطفال وللكبار وللصغار. نعم، وتنظم لا بأس بنظم. نظمها الشيخ العلامة الأحسائي بن مشرف، نظمها نظما جيدا ومطبوع عندكم معها. نعم.